الجامعه الصراحه غتكون موتيفاسيون كبيره بالنسبه لينا اللي كانت عندنا جامعه فلسفيه، وحنا يعني ماشي كلشي عنده ظروف باش انه يمشي يقرا في مدن اخرى بحال جديده بحال مراكش، من لا من ناحيه ظروف الكرا ولا من ناحيه ظروف انك تعيش مع يعني يوسفيه، واخا حتى هكاك باقي فيها يعني ظروف العيش باقا بسيطه وباقي أن عندك امكانيه انك تقرا. اما مشيتي جديده يعني ماشي كلشي عنده نفس الظروف، بزاف اللي ناضوا ودواو وقالوا باللي خاص تكون جامعه في يوسفيه وضرباتهم النفس على هذه المدينه ديال يوسفيه، وبصراحه غيكون شرف كبير اننا حنايا ولاد يوسفيه نبقاو في يوسفيه ما نمشوش اننا نتشتتوا في مدن اخرين باش نقراو ولا باش نقلبوا على مستقبل في مدن اخرين. بالعكس حنا بغينا ننميو المدينه، نقراو في مدينتنا، تكون الجامعه في مدينتنا، وعلاش لا الا بغى الله ولا كانت في المستوى غادي تكون احسن من الجامعات اللي كاينه في مدن اخرى. خويا حنا كنطالبوا بالنواه الجامعيه هنايا في مدينه اليوسفيه، حنا عندنا مدينه مخصوصه بزاف من يعني بنادم ما فحالوش، كاين الفقر بزاف، نسبه البطاله بنادم كينجح من هنايا كيمشي يقلب على راسه في مدينه كيضطر يخدم، والديه ما فحالهمش كيضطر يخدم باش يقرا. الا مشيتي تما كاينين بزاف ديال الحوايج كيجروا كل شي حاجه ماشي من غير القرايه. من الاحسن هنايا تكون علاش ما يكونوش جامعات؟ ربما النقاش تفرز في 2017 خصوصا بعد اصدار واحد الوثيقه حزبيه، هاد الوثيقه اللي تبنات على مخرجه ديال الدوره العاديه ديال فبراير 2017، واللي تم زف واحد البشره المدينة أو ساكنة مدينة اليوسفية على أساس أن الإقليم غيشهد واحد النواة جامعية وبتوفير واحد وعاء عقاري ب 40 هكتار. هذيك الساعة كنا كل واحد استبشر، يعني الجميع الساكنة استبشرات بهذا الخبر، لكن مع مرور الوقت كيتأكد بأن الأمر كان مجرد توهيم وتعويم واحد المشروع اللي من المفروض أن المسؤولين يكونوا صادقين معنا، بمعنى كان في هذاك الوقت مستشارين كانوا كيصيفطوا مراسلات للمؤسسات المتدخلة. هذيك المراسله اللي كانت متطابقه في الاخير ديالها كيطلبوا تيقولوا حنا بغينا واحد، ولكن في الاخير كيقولوا بان نحن ملتزمون بالوعاء العقاري اللي كينسجم مع الشروط اللي وضعتها وزاره التعليم والبحث العلمي. هنا هذا التوفير او هذا الشرط ما كان صحيح، ولا ما كانش غادي يكون على حسب المعطيات الاجتماعيه الصادمه اللي صدرها التقرير ديال 2011 التقرير الاحصائي اللي كياكد بان 15000 من بين 67000 يعني يعيشون تحت عتاب الفقر. الا ما كانت من اجل الامر وما كانش من اجل القامات الفكريه والنضاليه وايضا المثقفين اللي نجباتوا المدينه، الا ما كانش بهذا الشيء كامل على الاقل يكون احتراما لمبدا تكافؤ الفرص. الموضوع اللي ديال النواة الجامعيه اللي اثار النقاش الكثير بمدينه اليوسفيه وخدا واحد الحيز كبير والناس كلها كتسائل وكتفاعل عليه، حنا طبعا كلنا مع النواة الجامعيه، بل ان هذا المطلب راه تاخر كثير وكثير جدا، وكان المفروض يكون عندنا نواة جامعيه يعني قبل بزاف تاع المدن اللي حنا فايتينهم لا تاريخيا ولا من ناحيه الاستراتيجيه من ناحيه الموقع. طبعا حنا مع الملف ديال النواة الجامعية، إنما وجب التوضيح للناس بخصوص هذا الموضوع، ما نبقاوش نعطوهم النقاط اللي غامضة، خاصنا نقولوا لهم الحقيقة، خاصنا نقول لهم أننا بصدد تحضير الوعاء العقاري باش يلاه نقدموا الطلب للوزارة المعنية، ومن ثم ننتظروا الجواب، علما أن قلعة سراغنا مثلا راها قدمت المطلب يعني 12 سنة هذه ولا شوف 10 سنين تقريبا هذه. يلاه وصلتهم النوبه ديالهم ويلاه خداو الحق ديالهم في نواه جامعيه. الثمن صورت عندها تقرر بان دار الشطر الثاني من النواه الجامعيه، ثم مرورا بقلعه سراغنا وايضا بن قرير، وتم واحد القفز جغرافي على اقليم اليوسفيه ليستمر هذا الورش التعليمي في كل من مدينتي او اقليمي الصويره وشيشاوه، وكان الملائكه لا تحلق فوق اقليم اليوسفيه. طبعا انا اقول بان اعتبر ان هذا الامر هو عار، هو غير مقبول، وسيدونه التاريخ وستشهد عليه الجغرافيا، بل اكثر من ذلك ستوارثه الاجيال القادمه. نتمنى هذا الصوت يكون يوصل الجهات المسؤوله خصوصا المؤسسات المتدخله في هذا الامر، لان اعتقد بان اليوسفيين من حقهم ان تكون عندهم نواه جامعيه تنسجم مع المكانه الاقتصاديه وايضا المكانه الاجتماعيه لهذا الاقليم. كنتمنى ان الناس المسؤولين في هذه المدينه يخدموا على هذا الملف بصدق، ويكون واحد التواصل مع الساكنه، اللي هذه هي الحلقه المفقوده، خاصنا ديما نشرحوا للناس باش ما تكونش مغالطات، والله يوفق الجميع. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.